طيب، على كل الاحوال خلينا نفتح ملف الاهلي وسيراميكا النهارده. كنت بتكلم الحقيقه انه سيراميكا رغم انه ارقامه، تعالوا نشوف كده ارقام سيراميكا في جدول الدوري، ترتيبه، عدد النقاط اللي حصل عليها، المشوار بتاع الفريق على الاقل في اخر خمس مباريات. تغيير طبعا الجهاز الفني بقياده معين الشعباني وتولي كابتن حلمي طولان المسؤوليه، كل دي حاجات لازم تحطها في معادله مباراه النهارده. نشوف جاهز الجدول معانا بتاع الترتيب، ادي جدول الترتيب. ده طبعا ماتش النادي الاهلي في المرتبه الاولى، طبعا اخر خمس ماتشات في الدوري، في بطوله الدوري كسبها 23 مباراه لعبها، 59 نقطه، 44 هدف سجلهم، 7 اهداف استقبلتهم شباك. اقوى هجوم واقوى دفاع. الاهلي بحاجه للفوز في 6 مباريات عشان يحسم الدوري. مظبوط، بمواجهه سيراميكا لو كسب النهارده، ولو كسب بشرط انه بيراميدز يفوز في كل مباراه، ولو الاهلي كسب بيراميدز يبقى خلاص محتاج 5 مباريات. الاهلي في مواجهه مباشره بينهم من بعض. بالظبط، خلينا نقول انه طبعا الاهلي متبقي ليه 11 مباراه، يعني بعد مباراه النهارده يبقى متبقي ليه 10 مباريات فقط لا غير. مكسبه النهارده يخليه يحتاج 5 مباريات، حتى لو بيراميدز المنافس الاقرب ليه فاز بكل مبارياته برده ما يوصلش للرصيد الاهلي من نقاط. نروح لسيراميكا بقى، وخد بالك وركز معايا من الترتيب رقم 12 اللي بيحتله سيراميكا. سيراميكا مبدئيا لعب 28 مباراه، عنده منهم 31 نقطه، وتحت ال 31 دي بص معايا كام، 31 بنك 31 بنك اهلي، أسوان 31 اسوان، غزل المحله 31 غزل محل، فبالتالي المركز 12، المركز 15 نفس الرصيد من النقاط. يجي بعدهم الداخليه برصيد 28 نقطه، يعني بيفرق عنهم 3 مباريات فقط لا غير، لكنه لعب طبعا مباراه زياده. نتائج سيراميكا في اخر 5 مباريات اتعادل 3 مرات وخسر مباراتين ولم يحقق فيهم الفوز في اي مباراه. الارقام اللي احنا استعرضناها دي يا احمد، سواء في عدد النقاط او في المركز في الترتيب او في اخر 5 جولات، شايف ممكن تكون مؤثره في مواجهه الاهلي النهارده او في تفكير كابتن حلمي طولان، لانه ما عندوش بديل تاني وهو بيلعب الاهلي النهارده؟ طبعا مؤثره جدا. سيراميكا كليوباترا خلاص يعتبر دخل دايره الخطر، باين جدا من ترتيب الجدول الدوري، فمدي المباراه طبعا صعوبه جدا، لان سيراميكا اي نقطه دلوقتي في المراحل المتبقيه من الدوري ترجعوا اربع مراكز مهمه يعني جدا، من ال 12 يبقى في ال 16 بالظبط، وخلاص الانديه كلها بقت برضه قريبه من بعض يعني. وشايفين الفروق بسيطه جدا، طبعا ده يدي المباراه صعوبه كبيره قوي. والاصعب في ده طبعا تغيير الجهاز الفني، ده بيخلي اي نادي او اي فريق لما في مدير فني جديد بيدي دوافع جديده، واعتقد كابتن حلمي طولان عنده خبرات وقدر لعب مباريات كبيره قدام النادي الاهلي وحافظ النادي الاهلي كويس جدا، واعتقد هو دايما بيلعب بطريقه اغلب بيتميل بيلعب بخمسه في خط الظهر، دي طريقه المعتاده لكابتن حلمي طولان، بيحب دايما يامن ودايما يبقى عايز يخطف هدف او يخطف اي نقطه في اول الشوط الاولاني تقريبا عشان يقدر يحسم المباراه او يخلي النادي دايما تحت ضغط. فشايف ان المباراه النهارده هتبقى صعبه جدا على النادي الاهلي، وان كمان صعوبه المباراه في ان هي البروفه الاخيره للنادي الاهلي قبل مباراه الوداد. فالنادي الاهلي هيبقى تركيزه الكبير جدا ان هو يحسم المباراه، مستر كولر طبعا عايز يحسمها قبل مباراه الوداد، فهيبقى برده في اللعيبه اكيد شغلها شاغل مباراه الوداد المغربي، وده دور مستر كولر ان هو يفصل اللعيبه تماما وتركيزها الذهني عن مباراه الوداد عشان يحسم مباراه سيراميكا، ويتبقى طبعا 5 مباريات بعد كده يحسم بيهم الدوري بسهوله جدا. اذا كانت الصعوبه بالنسبه لمارسيل كولر يا بلال هي اختيار التشكيل الانسب لماتش النهارده، منها زي ما احمد كان بيقول يجرب في بروفا اخيره رسميه قبل مواجهه الوداد، ومنها انه يحافظ على اسماء بعينها سواء من الاجهاد او لا قدر الله من الاصابه. فالتحدي الاكبر والاصعب عند كابتن حلمي طولان ازاي هيواجه الاهلي وهو فايق، ازاي هيواجه الاهلي وهو نازل عارف انه الاهلي بيسعى للثلاث نقاط وهو في اشد وامس الحاجه لنفس الثلاث نقاط دول. طيب يعني احنا لو اتكلمنا عن حلمي طولان كمدير فني لسيراميكا وازاي يواجه النادي الاهلي، حلمي طولان طريقته معروفه، هو بيلعب يمكن شفناه مع مباراه مع سيراميكا امام فيوتشر، المباراه الاولى ليه والاخيره لسيراميكا في الدوري واللي خسرها سيراميكا بهدف مقابل لا شيء، يمكن مباراة واحدة من أكتر المباريات في بطولة الدوري اللي شهدت ضياع فرص لفريق واحد وهو فريق سيراميكا كليوباترا. يمكن اللي يقول كده كمان فوز محمود عبد الرحيم جنش حارس فيوتشر في المباراة دي بجائزة أفضل لاعب، لأنه تصدى لثلاث أو أربع انفرادات صريحة من لاعبي سيراميكا في اليوم دوت. كابتن حلمي طولان بيلعب ب 4-4-2 أو 4-3، يعني تقدر تقول إنه بصمات حلمي طولان ظهرت بشكل كبير جدا مع
سيراميكا في مباراه فيوتشر حتى رغم الخساره، حتى رغم الخساره عمل مباراه كبيره جدا، ويعني انا في رايي اليوم ده سيراميكا ما كانش يستحق الخساره، على الاقل كان يخرج بتعادل. سيراميكا بيعتمد على احمد هاني الظهير الايمن ومحمد شكري الظهير الايسر، واحد من افضل لاعبي سيراميكا واعلى لاعب تقريبا في الفريق، عامل صناعه اهداف. يمكن كان هو عمل مباراه الدور الاول بالمناسبه انتهت 1-1 لو نفتكر. الاكثر صناعه محمود شكري، محمد شكري هو لسه ما بصيتش. محمد شكري الباك ليفت، هو بالمناسبه لاعب منتقل من النادي الاهلي ومرشح انه يرجع للنادي الاهلي. لاعب مميز جدا، بيجيد تنفيذ الضربات الثابته بصوره مميزه، وهو اللي كان صنع هدف التقدم للجامع الاكثر صناعه للاهداف. للاهداف يعني، في فرق بين الاكثر صناعه للاهداف والاكثر صناعه للفرص. بالظبط. هو محمد شكري ما كانش لعب مباراه فيوتشر بالمناسبه، كان عنده اصابه، وهيرجع النهارده مع احمد هاني في الباك رايت. الاثنين دول الباكين عامه في طريقه لعب حلمي طولان بيستغل الاثنين دول عن طريق كده كده بيلعب الكره الطويله، وبيستغل ان لعيبه خط الوسط في التحضير ولعب الكره الثانيه لاحد الظهيرين. الظهير اللي بيتقدم او مايل ناحيته الكره بيتقدم وبيكمل، والظهير الثاني بيرجع بيضم ثالث مع الاثنين المساكين، وبيبقى الملعب ثلاثه، بيتقدم واحد بس من الاثنين الديفندرات وواحد ثاني بيكمل. حلمي طولان بيعتمد في طريقته الدفاعيه ان كل لاعب بياخد اللاعب اللي في مركزه، يعني 6 مع 10، لو ما فيش 10 يبقى 8 مع 8 و8 مع 8، تمام؟ بيخش اللاعب الزياده دايما او الباك، بيبقى الباك مع الهاف والهاف مع الباك، دي طريقه حلمي طولان. بيضغط من قدام باثنين، غالبا بيكون محمد ابراهيم واحمد ياسر ريان، وبيعتمد زي ما قلنا على الكره الثانيه، استخلاص الكره الثانيه وبدايه الهجمه من وسط ملعب الفريق المنافس. ده فكره حلمي طولان. مارسيل كولر هيشغله حاجه واحده. خليني قبل ما اروح لمارسيل كولر دلوقتي اكلم احمد في نقطه قوه سيراميكا الهجوميه بالارقام. حقيقه عندهم، انا كنت يمكن في اول الفقره بقول ايه، انه ماتش النهارده فيه كوره، لانه على ارض الملعب في الناحيتين في لعيبه كوره كتير، وهجوميا الحقيقه يعني انا بشوف انه الكواليتي بتاع لعيبه سيراميكا ما يترجمش مستوى النتائج اللي هم وصلوا بمنتهى الصراحه. وحتى فعلا الارقام اللي عاملها الفريق هجوميا بتقول ان هو عنده لعيبه مؤثره جدا وفعاله جدا وفي منتهى الخطوره، ابرزهم احمد ياسر ريان طبعا هداف الفريق، رصيد 7 اهداف، ومحمد ابراهيم الاكثر صناعه خمس للفرص. محمد ابراهيم اكثر صناعه فرص مؤكده 54 على مدار الموسم كله، وبالتالي انت بتتكلم في رقم كبير، رقم كبير جدا، كبير جدا. وما اقدرش انكر كمان اهميه وخطوره صلاح محسن، اكثر لعيبه سيراميكا على المرمى تصويبا على المرمى، ولا ميدو جابر بالظبط كده. ميدو جابر كمان لعيب عنده كوره، انت بتتكلم في لعيبه كلها اعتقد لعيبه اهلي وزمالك. احمد ياسر ريان لاعب النادي الاهلي، ميدو جابر لعب في النادي الاهلي، محمد ابراهيم لعب نادي الزمالك، فبتتكلم في اغلب لعيبه. صلاح محسن لعب اهلي، صلاح محسن لعب النادي الاهلي، محمد شكري لعب النادي الاهلي. فبنتكلم اللعيبه كلها عندها خبرات. مباراه فعلا هتبقى زي ما انت اتكلمت احمد ان هي مباراه صعبه جدا، واحمد ياسر ريان ومحمد ابراهيم لعبوا في اوروبا يعني بالظبط، احترفوا طبعا كمان. وعندهم خبرات كبيره جدا. نادي سيراميكا على فكره من اول الموسم بيقدم مباريات كبيره، لكن عنده سوء حظ غريب جدا، وعنده مشاكل دفاعيه كبيره جدا، يعني مشاكله فعلا، وده باين في الارقام اللي انت عرضتها احمد. يعني بسام برضو عامل رقم مش وحش، يعني مش وحش، بس 10 كلينشيت، بس عندهم اخطاء دفاعيه. انا بشوف بسام جول كيبر يعني تقيل برضه، حظه حلو قوي قدام النادي الاهلي، قدام الاهلي بيبقى بيتالق. ايوه بالظبط، مش عايزين ننسى كمان كناريا. كناريا طبعا، كناريا طبعا لعيب كويس جدا، ولعب بحب كناريا ولعب كوره. انا بمناسبه كناريا، انا بشوف مشكله سيراميكا من وجهه نظري من اول الموسم في لاعب رقم 6. هو اعتقد دي كانت مشكله سيراميكا مع كابتن احمد سامي ومع معين الشعباني، ان هم من كتر لعيبه الكره الكتير واللعيبه كلها عندها حلول، سواء ميدو جابر وحتى محمد عنتر اللي بيجيب له، اعتقد محمد عنتر اكتر مراوغ في فريق سيراميكا كليوباترا. فبشوف ان طبعا محمد ابراهيم واحمد ياسر ريان، لكن لما بيلعب في اثنين في نص الملعب كناريا وحتى بيلعب جنبه توني، الاثنين لعيبه كوره. لاعب رقم 6 اللي هو اللي بيسيب كل اللعيبه كلها تعمل ايه، القلب النابض بالظبط. فانت في الوقت اللي كل الهجوم او نادي سيراميكا بيهاجم، فمحتاج لاعب اللي هو رقم 6 اللي بيفضل دايما واقف، زي سواء ديانج او حمدي فتحي، اللعيب اللي هو دايما خلاص انت بيلم ورا الفرقه بتاعته. ما عندهمش اللعيب ده. انا بشوف ان هو مشكلتهم لغايه دلوقتي دي مشكلتهم الحقيقيه، اللي من اول مباراه ليهم بيوصلوا. اعتقد لو جبنا احصائيه لفرق الدوري كلها هنشوف ان فريق سيراميكا كليوباترا اكتر فريق في الدوري وصل للمرمى. عندنا الاحصائيه دي، فاعتقد ان فريق سيراميكا كليوباترا وصل للمرمى كتير جدا، وعندهم لعيبه مميزه. لكن اعتقد انه على مستوى صناعه الفرص المؤكده في كل مباراه سيراميكا كليوباترا رقم 2 بعد النادي الاهلي. انا بتكلم في كده الاهلي 5.9
فرصة في كل مباراة، سيراميكا 5.7 اعتقد في كل مباراة. فده يبين يعني رقميا وفنيا ان سيراميكا عندهم لعيبة مميزة جدا، ولعيبة كلها عندها شخصية ولعيبة كبيرة، لكن مشاكل كلهم او المشكلة الوحيدة من وجهة نظري الديفندر لاعب رقم 6 مش موجود عندهم، فهو بيحاول دايما يتغير طريقة اللعب عشان تحاول تقلل الخطورة عليك، لكن ملاش حل. هو الموسم حتى في شهر يناير ما قدروش حتى يجيبوا لاعب رقم 6 يعوض المشاكل الدفاعيه دي. طبعا عندهم رجب نبيل على فكره مميز جدا في ضربات الراس، حتى رقميا هيبان رجب نبيل من اللعيبه المميزه جدا واحرز اهداف كتيره جدا، بيلعب ان هو كويس. وبيكهام طبعا لاعب النادي الاهلي، فبنتكلم نشوف اللعيبه كلها اغلبها تقريبا لعيبه النادي الاهلي ولعيبه منتخبات، ففريق مميز ومع كابتن حلمي طلع اعتقد هيديهم اضافه كبيره جدا النهارده. مباراه مش سهله تماما على النادي الاهلي، انا بشوف ان النادي الاهلي النهارده قدام مواجهه او بروفا حقيقيه لمباراه الوداد، واعتقد ان مستر كولر هيلعب بالتشكيل الاساسي ومش هيقدر يعني الروتيشن طبعا هو دايما ده انا فاهم طبعا الروتيشن كده كده موجود في شخصيته اصلا في شخصيه مستر كولر، لكن الروتيشن في ان هو لا انا عينيه بص على مباراه الوداد، لان المباراه طبعا تقريبا بعد 4 5 ايام، فمباراه صعبه جدا.